مرحبا بكم مشاهدينا دائما في حصة مع السفيرة اللي طلع لكم عبر قناة النهار تي في. دائما نقول لكم معواشيركم مبروك، الله يجعل رمضان هدايا خير وبركة علينا يا رب. إذا الموضوع كذلك كثير من السيدات اللي باتوا عليه، وهو طريقة لصنع يعني حبات تشينا من شراب السيرو، كما هذوك لي زانانا يعني اللي يجوا في لي بواط، ولا الخوخ اللي يجي في لي بواط، ولا حتى المشمش اللي يجي اون سيرو. اليوم راح نوري لكم طريقة سورتو شهر رمضان، يعني مليح انه نخدموا تينا ونحتفظوا بها في شراب السيرو. وهذه فكره مليحه، علاش؟ لانه حاجه اللي مخدومه في السكر ديما تبقى مده اطول، ونقدروا نحتفظوا بها كما نقولوا على المدى. كذلك هذه الحبات تاع التينا اللي حنخدموهم يعني اون سيرو كما راكم تشوفوا فيهم هنايا، هذه الحبات التينا نقدروا نديروا بهم العصير، نقدروا نديروا بهم كذلك الحلويات، نقدروا ناكلوهم حتى ك يعني ديسير كما نقولوا، ونقدروا نحطوهم حتى للضيوف لما يجونا، نقسموهم طبعا ونشبعوهم ونحطوهم في الفوارات صغار ولا في ليغام كان ولا كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا ها وليت الحبه تاع التينه. اذا هنا واش درت في هذا الشراب؟ اولا يعني لازم نخيروا الحبات تاع التينه اللي يكونوا صغار ويكونوا شادين روحهم، يعني ماشي طريين، يكونوا شادين روحهم، لانه علاش ما نحطوهم في السيرو هذاك راهم رايحين يزيدوا يطراو، باش يقعدونا على حبه كيما راكم تشوفوا وطايبين في نفس الوقت. لازم نخيروا الحبات اللي تكون صغيره الحجم كيما راكم تشوفوا، وفي نفس الوقت تكون شاده روحها ماشي طريه. شوفوا هنايا كيفاش خرجت لي الحبه، شوفوا هكذايا هايليك ها، ولو سيغو تاعها هاوليك. واش درت انايا في هاد الوصفه هذه تاع البرتقال في يعني المصنوع في شراب السيرو؟ اذا واش درت في السيرو هذاك؟ اولا درت يعني هنايا اذا كان عندك كيلو تاع البرتقال نديرو كيلو تاع السكر، سكر كريستاليزي بيان سور، قلت لكم يعني كيلو برتقال كيلو تاع السكر. فداك الكيلو تاع السكر درت فيه واحد نص ريتلا تاع الماء، وكذلك حطيت فيه عود تاع القرفه ونص حبه تاع الليمون. بيان سور نخلوه يعني على نار هاديه، نقعدوا نحركوا بملعقه خشبيه عفوا حتى وين السيرو تاعنا هذاك راهو رايح يعني ولا السكر يذوب مع الماء والقرفه والقارص كما قلت لكم. نخلوه يعني غير بالعقل، لما تشوفوا انه السيرو تاعنا يعني بدا يدير هذوك لي بول، بدا يبقبق كما نقولوا، يدير هذوك النبابل، هنايا نكونوا وجدنا حنايا التينه تاعنا. التينه تاعنا اول لازم نقشروها وننحوا لها كامله هذوك القشور البيضاء ولا الخطوط اللي تكون على التينه. شتو لما نقشروها تقعد ديك القشره البيضاء لازم ننحوها، لانه علاش؟ لو كان تخليها سيداتي، اولا الشكل تاع البرتقال تاعك ما يكونش شباب، ماشي بريزونطابل، وكذلك راح تعطيك المروريه في الشراب تاعنا هذاك تاع لو سيرو، وتفسد لك التينه. ما هي راهي راح تخليها تفسد لك، ما تقدرش تشد لك مده اطول. على فكره هذه التينه تقدر تقعد لك في البلاره، لما نحطوها في بلاره يعني راح تقعد لك مده سنه كامله. قلت لك ديري بها العصائر، ديري بها لي تارت، ديري بها اي حاجه تقدر تخرجيها كذلك حتى على شكل معجون، وانت لك راح يعني تقطعيها على الشكل اللي حبيتي انت. اذا قلت لك هذوك التينه بعد ما يذوب لنا هذاك السكر ريتو، رانا راح نحطوا حبات تاع التينه داخل هذاك السكر، نخلوهم كذلك في على نار هاديه ونغطوها، لكن مره على مره نقعدوا نقلبوها باش الطياب يدخلها من كل النواحي. لازم السيرو يغطيها كليا، ويدخلها الطياب من كل ناحيه، من كل هذيك الجهه، من يعني الجهه التحتانيه الجهه الفوقانيه، تقعدي تقلبي فيها. كذلك كاينه حاجه راكي راح تلاحظي انه في شراب السيرو راح تشينا تخرج واحد الرغاوي، هذوك الرغاوي لازم نحوهم كل خطره نحوهم. كل ما دير الرغاوي يطلعوا تنحيهم سيداتي بجهه، كل ما دير الرغاوي راكي راح تنحيهم حتى وين تشوفي انه التينه تاعك تخلها ولا تدوغي على هذا الشكل، وتحصلي يعني على سيرو كيما هذا. ما لازمش يكون عاقد بزاف، لانه هذا ما راهوش يعني كيما المعجون. السيرو تاعك راح يكون هكذايا، وراكي راح فيما بعد تخليها تبرد ونديروها في بلاره تاع زجاج محكمه الاغلاق ونخلوها. لكن فقط ما لازمش يعني ندخلوا المغرفه اللي نكونوا ندوقوا بها، ندخلوها لداخل، لانه راح تقرص لكم هذا البرتقال اللي مصنوع في شراب السيرو. اذا ان شاء الله سيدتي تكوني استفدتي من التدبيره تاع اليوم، ولا من وصفه اليوم اللي كانت البرتقال عبارة على البرتقال المصنوع في شراب السيرو. وكذلك بيان سور حنايا لازم نختموا الحصة تاعنا ببقالة، يلا عقدوني ونشوفوا واش تقول البقالة. بسم الله، يلا نشوفوا واش تقول. يلا بسم الله. قلت لها يا بنت الناس أنا ما عندي مال، قالت لي واش ندير بالمال وأنا عندي سيد الرجال.
قلت لها يا حجرة الماس نيتي نية الحلال، قالت لي جيب خاتم يا لو كان من نحاس، وانا من جهتي نوعدك نبقى معاك مهما كان الحال حتى يتقطعوا الانفاس. اذا نعودوها، قلت لها يا بنت الناس انا ما عندي مال، قالت لي وش ندير بالمال وانا عندي سيد الرجال. قلت لها يا حجرة الماس نبقى نيتي عفوا نية الحلال، قالت لي جيب خاتم يا لو كان من نحاس، وانا من جهتي نوعدك نبقى معاك مهما كان الحال حتى يتقطعوا الانفاس. كانت معكم وسيلة أبو الحياة في حصة مع السفيرة. صح فطوركم، صح رمضانكم.